بتوب ستوريز اليوم مشاهدينا حبينا نعرفكم اكثر على مهرجان Almost There، ما بقى الا نوصل، اللي عم بيتم بلبنان بين 3 و5 تشرين الاول بسينما متروبوليس بالاشرفيه. تفاصيل اكثر حول هالحدث مع ضيفاتنا. برحب بنور بعلبكي عرقجي، اهلا وسهلا فيكي نور، شرفتينا. حضرتك من منسئي هالمهرجان. وبرحب بساندرا هتسل، اهلا وسهلا فيكي ساندرا. حضرتك مخرجه احد الافلام المشاركه، وحضرتك من اصل الماني ولكن بتحكي اللغه العربيه بشكل كثير جيد، اهلا وسهلا فيكم. هيدي اول مره بيتقدم مهرجان من هالنوع وبيتمحور حول موضوع الهجره. الهجره اكيد نور منه موضوع جديد علينا من بدايه البشريه، والشعوب عم بتهاجر من منطقه لاخرى وصولا لليوم. ليش حبيت تضوي على هالموضوع بالذات؟ اوكي، خلينا اول شيء اعطيك نبذه عن المهرجان بشكل سريع. المهرجان كان من 3 أكتوبر لليوم، ل 5 اكتوبر اليوم اخر يوم. هذا المهرجان بالشراكه مع السفاره السويسريه ببيروت، اول مره بنعمل هيك مهرجان عن الافلام، ومثل ما حضرتك ذكرتي هو عن الهجره. ليه نقينا الهجره؟ الهجره بيسكلي موضوع عم يشغل بال الشعوب والحكومات بمناطقنا، بمنطقتنا هيدي، كما بالمناطق الاخرى الاوروبيه. ما وصلت كثير على امريكا، بس يعني عم تشغل بال الجميع، فبعد الازمه السوريه اكيد. نعم. نحن كمؤسسه هاينريش بيل حبينا نسلط الضوء على هالموضوع من 2004. هي مؤسسه المانيه؟ هي مؤسسه المانيه بتعنى بالشؤون البيئيه والسياسيه والتنمويه. نعم. او الانمائيه. فحبينا نسلط الضوء على مواضيع معينه بتهم الشعوب اللبنانيه والسوريه والعراقيه، منه موضوع الهجره. ف تعاونتوا مع هالمؤسسه، قدمتوا دعوه لكل المخرجين وصانعي الافلام اللي تناولوا هالموضوع بطريقه او اخرى انه يقدموا هالمشاريع، وتم اختيار كم فيلم؟ 12 فيلم في بالمهرجان. 12 فيلم من دول عربية وكافة أنحاء العالم؟ صحيح، عندنا مخرجين من سوريا، من لبنان، من ألمانيا مثل زميلتنا. نعم. ساندرا. إيران وتركيا. وإيران وتركيا. نعم. صحيح. دول عديدة وكلها بتحكي عن موضوع الهجرة، ولكن نعرف أنه كمان الهجرة لها وجوه عديدة، مش دايما الحروب هي السبب الرئيسي اللي بتدفع الناس حتى تهاجر من منطقة لأخرى. شو هي أنواع الهجرة اللي ممكن نشوفها بها المهرجان؟ في الناس اللي هربوا من الحرب اجمالا، هلا اكثريتهم من سوريا. في الحرب يلي يعني بيهاجروا looking for a better future، ليأمنوا مستقبل. نعم. احسن لهم ولاولادهم. اسباب اقتصادية كمان اوقات بتدفع الناس. صحيح. للهجرة. وبهيدا المهرجان نحن من عدة الأفلام كمان سلطنا الضوء على الصعوبات اللي بيواجهوها المهجرين. يعني امبارح كان عنا فيلم 8 Borders 8 Days، بيحكي عن امرأة سورية بتنتقل من 8 محطات مختلفة، ويعني بيصوروا الصعوبات اللي هي بتواجهها تتوصل للريكوايرد ديستنيشن تاعتها. نور، هل كل الأفلام اللي اخترتوها هي أفلام وثائقية؟ more or less yes. بتواكب الشعوب او افراد كمان عاشوا الهجره. صحيح. من منطقه لاخرى. تم اختيار حضرتك لتشاركي بهالمهرجان، كيف تعرفتي اولا على هالمهرجان ساندرا؟ انا بمشاريع ثانيه تعاملت مع مؤسسه هاينريش بيل. نعم. دعموني بمشروع ثاني. ف حضرتك مقيمه بالمانيا؟ ايه تماما، بس. نعم. بيجي كثير على لبنان. فمن خلال هالمؤسسة أنت تعرفتي على هالمهرجان وتم اختيار العمل اللي أنت قدمتي. فيلمك عنوانه أتيجا كورا، اللي هو باللغة الغنية. نعم. طيب بدنا نحكي أكثر عن هالفيلم، ما بعرف إذا المشهد اللي راح نشوفه من هالفيلم بالذات أو عن المهرجان ككل. عن الفيلم، طيب خلينا نتعرف عليه شوي أكثر. هالفيلم بيحكي عن قصة هجرة للشعوب الغنية. ليش اخترتي هالمنطقة بالذات ساندرا؟ يعني الفيلم بيحكي خصوصا عن مدينة صغيرة بجنوب إيطاليا فيها وجود كتير كبير، يعني تقريبا ما فيها إيطاليين، فيها فقط تقريبا سكانها كلهم من نيجيريا أو من غانا. غانا. لاجئين غير شرعيين مثل ما بيسمون، يعني ما عندهم أوراق، ولذلك بيتخبوا بهي المنطقة لأنه هي خرجت شوي عن
سيطرة وسيطرة الدولة تماما، لأنه هي بسيطرة تحت سيطرة المافيا. أنت بالصدفة اكتشفتي هالمدينة ساندرا؟ إيه بالصدفة، أنا كان عندي علاقة حميمة مع مدينة نابولي لأنه درست فيها، وهي المدينة حد نابولي، فبالصدفة علاقة حميمة مع المدينة يعني بتحبيها جدا. بحبها وعشت فيها فترة طويلة. وبالصدفة بعدين تعرفت على هذا المكان الغريب اللي فجأة بيحس فيها هالقد عدد كبير من السكان. إنه بتحسي حالك صرتي معدك بإيطاليا، إنه أنت فمن باب الحشرية حبيتي تتعرفي أكثر على أوضاعه وظروف هالشعب. تماما من باب الحشرية، وبعدين حس يعني كثير جذبني الموضوع وحسيت إنه لازم أقعد فيه فترة لأقدر أفهم شو حالة هذا المكان وشو حالة الناس. فعشت فيه 3 أشهر. عشت بها المدينة بها المنطقة 3 أشهر مع هالمهاجرين. تماماً. تعرفتي عليهم أكثر وسمعتي قصصهم، وأكيد كل قصة مختلفة عن غيرها، ولكن اللي بيجمعهم كلهم أكيد إنه طموح لمستقبل أفضل وحياة مستقرة. وفي ممكن شيء شوي مشابه، يعني لنعمل الرابط بين الوضع اللبناني والوضع الإيطالي، بين هذاك المكان ولبنان، بالمعنى إنه كل هدول المهاجرين من إفريقيا اللي بهذيك المدينة ما بيفكروا يضلوا هناك أو بإيطاليا، لأنه إيطاليا ما كانت تعطيهم إطار قانوني. فكلهم بالنسبة لهم إيطاليا هي مرحلة، خاصة أنه قلتي لنا أنه هالمدينة شوي خارجة عن القانون أو سيطرة الدولة. تمام تمام. كلهم بدهم يا إما يسافروا على ألمانيا أو على إنجلترا ولا أخير. يعني بالنسبة لهم هذه مرحلة مؤقتة. تماما انتقالية. انتقالية لهم إلى أن يأمنوا ظروف أفضل لهم بمكان آخر. بالضبط. خلينا نشوف مشهد من فيلم أتيجا كورا. اللي ما بيقرا ساندرا سبتايتلز بفكر انه في مشكله، في مشاجره عم بتصير، ولكن بالواقع هذا نوع من الصلاه. تمام. عم بيصير في خوري عم تصلي او خوري وهون عم تعمل شيء ورطنا نحن بلبنان بمشاكل كبيره، اللي هو انه تجمع بين السياسه والدين. شو عم بيصير بهالمشهد؟
اللي عم بيصير انا اخترت هذا المشهد لانه بيعبر عن الوضع العبثي اللي كثير من المهاجرين بيلاقوا حالهم فيه. اللي عم بيصير انه هي كنيسه افريقيه بهي المدينه اللي اسمها كاستيل فولتورنو، عم بيصلوا وعم يعملوا القداس، عم بيصلوا لا يجي لهم اوراق او اقامات لانه كلهم غير شرعيين، يعني بحاله تيأس هن لجأوا للصلاه. تمام، انه بطريقه الهيه تزبط وراءهم. ايه، والخوريه تدعي بتقول انه هي هلا عم تحكي مع الروح القدس وهذا رح يجيب لهم الاوراق هذا الشيء. ساندرا، بين هالفتره اللي عشتيها بين هالاشخاص اللي عندهم وواضح معاناه خاصه واللي بتعرفيه عن معاناه المهاجرين عندنا بلبنان، شو اللي بيجمع بينهم؟ طبعا في اول شيء ممكن هذا مهم، في فرق كبير انه في كذا فرق. طبعا ممكن الفروق كمان مهمه، انه المهاجرين بلبنان هن بيحكوا نفس اللغه وجايين من عمليا نفس الثقافه، بينما هدول اجوا من كثير بعيد، عبروا كل الصحراء، لون بشرتهم مختلف وفعلا عندهم ثقافه مختلفه جايين على ايطاليا. اللي ممكن بيجمع بيناتهم بين المهاجرين بلبنان، بين اللاجئين بلبنان وبين هدول المهاجرين، هن حالة الانتظار وحالة الحياة الهشة اللي ممكن، يعني هون مثلا اللاجئ السوري بأي لحظة ممكن يعتقل، بأي لحظة ممكن، يعني هو وضعه هش. هنيك كان نفس الشيء، بتلاقي انه الاثنين عندهم طموح او امل انه يرجعوا لوطنهم لبلدهم الام. الكل بس مثلا هدول الشباب عاملين استثمار هائل، كل اللي عندهم لا يعبروا البحر والصحراء، فما بدهم يرجعوا قبل ما فيهم يقدموا نوع من النجاح لأهلهم. كمان طبعا وضع مع السوريين مختلف. أتيجا كرة، فيلمك راح ينعرض الليلة الساعة 7 المساء ضمن المهرجان. وهو مترجم للغة الإنجليزية وللعربي كمان حقيقة اليوم. راح ينعرض نسخة مع السبتايتلز بالعربي، بس أنا ما عندي مقطع منها حاليا. وعنوان الفيلم بالعربي هو أكيد انقلبت علينا أو it has backfired. تماما. بدي أختم معك، خبرينا عن ليلة الختام اللي هي الليلة، غير فيلم ساندرا اللي رح نشوفه. أوكي، غير فيلم ساندرا اللي رح نشوفه عنا ثلاث أفلام يعني غيرهم. عنا أول شيء فيلم بعنوان الآن نهاية الموسم من المخرج أيمن نحلة، وعنا فيلم سيبة من المخرج باسم بريش اللي هو مخرج لبناني. هيدا الفيلم أكتشلي كتير أنا بحبه، في أعطيكي نبذة صغيرة عنه. هو عن بقرة ناكتشو والكاو عم بتجرب تقطع الحدود من إسرائيل للبنان، ولما توصل على لبنان عم بيسلطوا الضوء عليها كيف بتتواجه الصعوبات من البلدية اللي بتعتبرها هي إرهابية هاي جاية من إسرائيل، ومن اليو أن يلي بيسائب في كونفوي من الهند يلي بدهم يعبدوها للبقرة. والفيلم الأخير على الساعة 9 هو بعنوان الانتظار المرحلي من المخرج كافي بختياري. سو بدع الكل يجي لانه الافلام يعني متعدده وحلوه ومميزه. شكرا لك، اهلا وسهلا فيكم، عقبال كل سنه. ومنذكر انه هالمهرجان الليلي مستمر بسينما متروبوليس بالاشرفيه. واقفه مشاهدينا واللايف بكمل دخول مجاني.